كسوف ترابية ترابية والفرعي نفس المدخل كاز وينك عليقاع كل حاكم بيفكر الشعب بتاعه غبي حتى جل 2011 شاف شي تاجه النمي فيه شعوب ترابطت حتى حكام تساقطت مع انها اذا طاولت بس ما طلعت براس للناس انا اكتفت من الفساد اللي ساد عبر مر السنين ومفكر يتجدد عن جاد بكف الهان هاد مش هو الامان هاد عبارة عن اسلوب لتخدير الشعوب بمخدر مضروب لحتى البعض ينام والبعض يموت من دون كلام بديش انا سلام بديش فرد بديش عرض بديش ارض بديش الا اني بس اعيش بكامل الحرية بالدول العربية محس حالي غريب وتسمى بميت اسم زي الرقيب المجيب بس بنمط تاني اوسخ كالارهابي او المخرب انا الحنظلة مستنسخ فها ضل الثورة مسبب لانه عنا لما فكرنا نحيي بحينا ذكرى النكبة زلنا كل صحة بكذب الفرحة ورجعنا جرحة فاحمر حتنحى وطول ما الثورة عندي حمرة والعزيمة حديد هضلني نازل طخ نظام العالم الجديد لانه بفيدش بزيد كرهية عدوانية امبريالية سياسية شوفهم قتلت كم شخصية محلية وعالمية كان لها تأثير كبير بالأدب وبالتفكير يا ربعنا هلو يا ربعنا جودو جودو اللي رضي بالذل ايش قيمته جودو فرع المداخل البيت ترابي ثورة التغيير والطابع شبابي يعني بمسميات الأنظمة العربية هاي الأيام بطلع أنا مخرب بيطلع كاز إرهابي واضح إلنا فشلك لأنك بديت تخبص درك مدني لبس بس مسكوم وتلبس حطت ناس تتربص على الحدود عند الغور شكلك أسقط مادة من الدستور وغيرت التخصص بعتوا المغطس البترة ومناظرها بعتوا رمل الصحراء ورم بدك تسكرها بجوز تسكت عمان بموضوع تفريق شعبين بس العقبة لساتها ماخدي على خاطر اسمع ركز فتح عينيك المنطقة قايمة قاعدة قايمة يهديك يرضيك متوتر تستنكر بتخابط تستعبط بتغارت لأخلي الراب الثوري يصير طنين بدينيك وبتدعوا انه المحافظات إلها رأي مغاير بالإصلاح كأنها الفساد بتساير حملتوا الجنوب جميلة توزيع طحين عالداير هزرة البلطجية يمثل ولاد العشاير غير أسلوبك الفاسد حسن الصورة شعبك واعي وفترة بغاية الخطورة لما يتم توقيع مشاريع بالبادية بينك وبين أبو خلج هات لأولاد معان والباقة نسخة من الفاتورة فرع المداخل ترابية